هي ردا في اشكرك على الاستضافه وتحياتي لك اولا. اهلا بك. هي رد على الخطوه الامريكيه التي اتخذها الرئيس بايدن يوم امس، وهي خطوه متواضعه في الواقع، لاننا لا نتحدث عن ملايين البراميل من النفط وعن مليارات الامتار المكعبه من الغاز، نتحدث عن امور متواضعه، 209 الاف برميل يوميا من النفط حسب دائرة معلومات الطاقة الأمريكية يوم أمس، وكذلك نصف مليون برميل من المنتجات المكررة المشتقات مثل الديزل. لذلك هذه كميات يمكن تعويضها محليا من كندا، من المكسيك، وربما من فنزويلا إذا وافقت من فنزويلا على ذلك. ولكن الرد الروسي كان متوقعا، ولكن من عدة أيام بدأت الشركات الأوروبية والغربية بشكل عام تنسحب من النشاط الروسي. شركات نفط كبرى مثل بريتش بتروليوم، بي بي، شركة شيل، مجموعة إيني الإيطالية، صحيح، وكذلك إكسون موبيل، هذه الشركات تركت روسيا الآن وخسرت المليارات. صحيح، يعني نحن نتحدث الآن عن رد الفعل الروسي دكتور نهاد إذا ما سمحت لي. عندما تتوعد روسيا مرارا وتكرارا بأنها سترد على هذه العقوبات الغربية وتقدم على هذه العقوبات التي تتحدث بأنها ليست قوية الأثر، لماذا إذن يعني الرد الروسي اقتصر على هذا المستوى؟ وهل سنشهد رد روسي أقوى في المرحلة المقبلة ردا على العقوبات؟ لماذا انتظرت إلى الآن؟ نعم، هذا رد كان رادا متوقعا، ولكنه هل سيترجم إلى حقيقة؟ هل سيترجم إلى فعل؟ لأن إذا فعلت ذلك روسيا فهي تعاقب ذاتها. مثلا إذا توقفت عن استيراد مثلا سلع من أوروبا مثلا، سوف تضطر إلى شرائها من أماكن أخرى بثمن أعلى. لذلك هذه خطوات ربما إعلامية للتهويل، كما فعل ألكسندر نوفاك وزير الطاقة يوم أمس عندما قال أن أسعار النفط الخام سترتفع إلى 300 دولار للبرميل. هذا تهويل في الواقع، لأن روسيا الآن تعاني بشكل كبير. يعني هل أفهم من كلامك دكتور نهاد أنها لن تقدم على عقوبة أكثر من ذلك، هي ستبقى على هذا المستوى وهذا التهديد فقط إعلامي؟ في الواقع في هذه اللحظة هو تهديد إعلامي من أجل ردع أي شركات أوروبية وأوروبا من اتخاذ من فرض عقوبات على قطاع النفط والغاز، ولكن نعرف أن أوروبا لا تستطيع فرض عقوبات صارمة وكذلك إغلاق الغاز والنفط من الوصول إلى أوروبا، لأن أوروبا بحاجة ماسة لذلك، وهي تعاني من أزمة طاقة منذ أكتوبر من الماضي، من الخريف الماضي، بسبب قلة المخزونات، تشدد الإمدادات، التعافي من الكورونا الذي لم يتم كليا في ذلك الوقت. طيب دكتور نهاد، كلها أسباب دكتور نهاد. نعم. إذا ما سمحت لي يعني عذرا للمقاطعة، هذا الموقف والعقوبات الروسية جاءت ردا على الموقف الأمريكي بالأمس بعقوبات تتناول قطاع النفط والغاز. لماذا أقدمت واشنطن على هذا القرار؟ ما الذي دفعها وهي التي كانت تستبعد قطاع الطاقة من هذه العقوبات على روسيا؟ نعم. واشنطن أو البيت الأبيض تعرض لضغوط شديدة مكثفة من قبل الكونغرس بأن يتخذ إجراء ما، وحذر بايدن أن أسعار البنزين في محطات الوقود الأمريكية سترتفع، لأنها هذه العقوبات ستسبب صداع كبير لبايدن، والسائق الأمريكي حساس جدا للأسعار في محطات البنزين. الآن يدفع تقريبا 4 دولار ونص إلى 5 دولارات للجالون، مع أنه سابق عام 2014 كان يدفع نصف ذلك. لذلك بايدن عليه ضغوط أن يتخذ إجراء ما، وهذا أقل الضغوط وأقل العقوبات ألما لأمريكا ذاتها. لذلك يستطيع الاستغناء عن النفط الروسي وعن المنتجات المكررة الروسية، لا يستورد الغاز من روسيا، لأن الولايات المتحدة تصدر الغاز للاتحاد الأوروبي، أرسلت عشرات الشاحنات والناقلات البحرية تحمل الغاز الطبيعي المسال لأوروبا، فهي صحيح. ليست بحاجة لغاز روسيا، لكن العقوبات الروسية ضد أمريكا
سوف تكون ضئيلة ولن تؤثر، لأن ليس أكبر تبادل تجاري هو بين أوروبا وبين روسيا.